وطمنا على نفسها. لا حبيبتي مو احسن، لانه لو ضلينا هني مرجع امه كل شوي. انا كثير قلقانه على نفسها. قومي يا نادي اجلي، قومي يا نادي اعملي قهوه، قومي يا نادي ساوي شاي. لو كان غسان صغير وقلقانين عليه كبر. قال لك شغله، قومي اتفرج على التلفزيون بين ما تكون اجت سلمى. يلا شو يعني؟ كيف ما لقيته؟ وشلون رجعت بلا؟ اهدي يا عزيزه اهدي، غسان ما هو ولد صغير حتى تخافي عليه. يا ابي انا نفسي خايف، بلش الفار يلعب عبي. شو قصدك يا حمدي؟ غسان صار له شيء؟ من يوم ما حاولت اضرب زكي وخايف على غسان منهم. قولي على قامتي، بلغوا الشرطه يا ابو حمدي، انا بدي ابني. اهدي يا بنت الحلال. لك شلون بدي اهدى؟ يمكن اجا. غسان الحمد لله الحمد لله يا ربي. ولا شو عملوا لأخي؟ عيب يا حمدي. ماشي تفضلوا، تفضل يا سامي. واخذته على المستشفى، فحصوه وطمنونا، الحمد لله مجرد ردود. غسان صحته كويسه وان شاء الله بكره بيرجع مثل اول واحسن. الحمد لله الحمد لله. بس انت خيال يا غسان، وهي فرسك، شلون ما قدرت تسيطر عليها؟ ما بعرف بابا، عمره ما عملت هيك مثل المره هي. اكيد شافت حيه. الله يعطيك العافيه يا سامي، بنرد لك اياها بالافراح. شكرا. انا تسمحوا لي هلا بدي امشي. لا ما حذرت، ما رح نسمح لك. نشرب القهوه بالاول وبعدين نتعشى. يلا يا عزيزي. على عيني. معلش يا جماعه ما في داعي لهاللبكه، انا اللي عملته ممكن يعمله اي واحد يكون بمكاني. لانك ابن اصل عم تحكي هيك يا سامي.
صباح الخير رجاء. من وين بده يجي الكير؟ ما صار شيء؟ لا ما صار شيء. وطول الليل ما نمت. غريبة. أنا لازم أروح أسأل عنه. بس خايف يوقعوني بالحكي. شو؟ يوقعوك بالحكي؟ لا تخوفني منك ها؟ بصراحة مو قادر أمسك أعصابي. لا تسأل عنه. ليش تسأل عنه أصلاً؟ خلاص. كيف ما أسأل عنه؟ أخذ الفرس وما رجعه، كيف ما أسأل عنه؟ صباح الخير. صباح النور. أول مرة بعرف إنك بتركب خيل يا سامي. ما في مهرة بتصعب علي يا رياض. بس هالفرس هادي كتير. إيه بس امبارح كانت رح تقتل غسان. تقتل غسان؟ إيه نعم. وبعدين ماني متوقع شوفك هون يا رياض. ليه؟ يعني ما في داعي تيجي بهالوقت لهون وأنت أشغالك كتيرة. راجع رفيقي وكنت طالب منه يشوف الحصان حتى اشتريه. هلا اقنعتني. على كل انا جبت لك الفرس لانه غسان تعبان شوي. بكره بتشوفه يمكن اليوم. راجع دير بالك على الفرس، صاير مزاجه صعب هالايام. خاطركم. الله معك. راجح، عم بتدور على شيء؟ ما بدور على شيء، على شو بدي ادور؟ سلام. مع السلامة. لا تغلب حالك، ما راح تلاقي شيء. احنا بالمصيبة. الزهر ام سامي هو المصيبة. فكرة فيها شيء؟ اكيد. بس ما في منه خطر. شو عرفك؟ لو كان بده يعمل شيء كان عمل، وحركاته هي ما إلها الا معنى واحد. وشو هو هالمعنى؟ يعني بده قرشين تعطيه. قصدك بنعطيه؟ أنا الحق علي سمعت كلامك. على كل حال أنا موافق أعطيه. بس يكون هذا هو غرضه. راح يرجع لك. بس ساعتها بتنكر وما توافق بسرعة. وأوعى تجيب له سيرتي. ما كان لازم أطاوعك. ما كان لازم أطاوعك. غسان شو هاد يا امي؟ عود ارتاح، عود ارتاح. ليش واقف؟ ماما انا منيح، ما فيني شيء. لك يا امي شلون منيح وانت بهالحاله؟ عود ارتاح يا امي، عود يا حبيبي، عود. عود على مهلك. على مهلك يا امي. تغريد؟ انت عملت الصور؟ يسلموا على الايدين. انتوا هيك بتدللوني، واذا عودتوني على الدلال ما راح تخلصوا ها؟ ما هذا اللي بدك اياه يا غسان، بدك الدلال. بالبق له تقبريني، ليش ما يتدلى؟ صباح الخير. صباح النور. صباح النور. كيف الصحة غسان؟ الحمد لله زي الحصان. بلا منه الحصان يا غسان، بكفي انه وقعك وكسرك. شو رأيك تشتري لك سيارة صغيرة مو أحسن لك؟ شو بدي أعمل يا روان؟ بهوى الخيل. بس يا غسان الخيل ما بتهواك. اللي صار شي غريب. غريب كتير. صباح الخير. صباح النور. وينك استاذ؟ بهالدنيا. ما توقعتك الدوام اليوم. ليش؟ لاني امبارح رحت لعندك وكسرت الباب وما في حدا. وين كنت؟ ما
معناتها رايح بكير لاني كنت سهران. وين؟ بيت ابو حمدي. ابو حمدي؟ قصة طويلة. بدي اياك تحكي لي بالتفصيل الممل شو صار معك، وإذا ما اقتنعت يا سامي رح أخصم هذا اليوم عليك. ماشي، رح أحكي لك كل شيء، بس ونحن عم نشرب شاي. تشرب شاي؟ على شرط يكون أكرك عجب. حاضر. صباح الخير. صباح النور. وين رحت؟ قلت لك الفطور، ما انت بطلت تفطر معنا. تعي تعي. يا والله. شو وين رحت؟ لا لا بزعل. ها لا تضلي هيك عم تسألي. وانت ليش ما بتجاوبني؟ شو قصتك؟ انت ليش هيك صايره كثير عم تهتمي؟ زكي ليش ما بتكون صريح معي؟ بشو؟ انت فاهمان شو عم بقصد؟ شو بتقصدي؟ احكي زكي، قول اللي بدك اياه. فيش غلك فيني اذا زعلتك. ضربني اذا بدك، ما رح لومك. ما اغربك يا دنيا. اخ اخ الناس بتشك بعقلاتي انا. زكي انت اخي اللي بحبك اكثر من عيوني، بس أنا مالي قدراني أستحمل أكتر من هيك. الله يقويك يا أختي. زكي بترجاك تقول أي شيء. أختي بتعرفي شو سمعت قبل شوي؟ قال غسان وقع من على الحصان وتفصصت عظامه. طولي بالك ما اكلنا لسه. مجاني؟ والله العالم مجاني. شغل البيت نص ساعة بس، ما بطول. طب ليه؟ شو بكي؟ كنت عم تبكي؟ لا أبدا، بس عيوني عم تحرقني شوي من الشمس. أخذتي الفطور لزكي؟ إيه. روح أمي. روحي حبيبي. الله معي. ما بتأخر. اللي عمله معك سامي. سامي اسم الله على بدنك، تذكري اسمه كأنه واحد من العيلة. يا مرت عمه اللي عمله سامي مع غسان ما بيعمله الأخ مع أخوه. هلأ رح تضلوا تلتوا وتعجنوا وتاكلي شغل البيت إلي؟ لا مرت عمه أنا معك. إيه تفضلوا لكان كلياتكم قدامي وخلوا تغريد مع غسان.
فعلا سلمى انا حابب احكي معك. قدامي يا روان قدامي عقل النجاش. الحمد لله صحتك صارت احسن، الله حماك. الحمد لله. والله بعث لك سامي بالوقت المناسب. صحيح. كمان مشان عمي يعرف انه سامي ما كان قصده يعادينا لما وقف بوش حمدي ودافع عن زكي. مو سامي اللي دافع عن زكي؟ شو بك غسان؟ ليش عم تتنهد؟ هلا كل الناس عرفت باللي صار لي. شو يعني؟ ليش عم تبكي يا زهور؟ ما في قدامي حل غير اني صارحك. تصارحيني بشو؟ احكي يا زهور، انا مثل اختك. احكي شو في؟ سمعتي باللي صار لغسان؟ ومشان هيك عم تبكي؟ بدي اطمن عليه. تطمني عليه؟ ليش؟ نسيتي يا زهور؟ نسيتي للي صار لزياد وتغريد بسبب اللي انتو فيه هلا؟ انا ماني ضدكم بس انا خايفه عليكم. طمنيني عليه، هذا بس اللي بدي اياه هلا. مسحي دموعك وروحي لبيتكم، وانا بس اطمن عليه بجي لعندك بنفسي. يعطيك العافية. انت؟ ما توقعت تشوفني؟ بالعكس. يعني عم تستناني؟ مو لهالدرجة. شو اخبارك؟ مثل ما انت شايف. الله يعطيك العافية، عم تتعب ما؟ شو بدنا نساوي؟ لقمة العيش؟ ولحالك بتشتغل هون؟ تقريبا. وكيف يعني تقريبا؟ هو تحقيق؟ لا ابدا، لا تحقيق ولا شيء، بس التحقيق جاي بعدين. كيف يعني جاي بعدين؟ وشو هو اللي جاي؟ التحقيق. ومنين جاي؟ انت اللي عم تقول مو انا. طبعا معك حق، بس حبيبي راجع لا تعصب كثير. ايه ياما ناس اجتهم جلطه من ورا العصبيه. بخاطرك. شو بخاطرك؟ ما بدك يعني روح؟ وليش جيت؟ مشان سلم عليك، غلط؟ مو غلط، حدا صحيح له يسلم عليه حدا اليوم. الله يسلمك. وراح اعيدها كمان. يعطيك العافية. يعطيني العافية. الحمد لله على سلامتك غسان. الله يسلمك وشكرا لك. انا اجيت لاطمن عنك وليكني اطمنت. حابه اشوف تغريد، ممكن؟ ايه طبعا. خليك غسان، انا بخبره. كانت قلقانه عليك كثير. مين؟ اللي طلبت مني اجي زورك مشان طمنها عليك. زهور؟ سرك كبير يا غسان، اعتبرني اخت الك ولزهور، ومشان هيك انا خايفه عليكم. نحن فعلا محتاجين لوحده مثلك، مثقفه متعلمه تشجعنا. وشو فايده التشجيع؟ مو يمكن الخلافات اللي بين العيلتين تموت اذا عاش حبنا؟ بتمنى بس. كيف التغريد؟ جيت حتى اطمن عليكي.
رياض رياض أكيد اللي عم تقولي يا إيمان أكيد. صدقيني يا زهور غسان منيح كتير ما في شي. الحمد لله الحمد لله يا ربي. أنا مالي عرفاني شلون بدي أتشكرك. أنا اللي ماني عرفاني شو بدي أقلك. حكمي عقلك يا زهور حكمي عقلك. نحن ما عم نغلط. بعرف متأكدة كمان. أنا بعرفك منيح مثل ما كل الناس بتعرف مين هو غسان شو هي أخلاقه. بس أنا ما قصدت هيك. المهم عندي هلأ أنك طمنتيني عليه. أبداً مو هذا المهم. وبس يا زهور لا تحمليني أكثر من طاقتي. أنا صعب أقدر أفكر ولو لحظة واحدة أني أبعد عن غسان. وعقلي اللي عم تطلبي مني أني حكمه موضوعي ما رح يقدر يتدخل لأنه ما عاد له مكان جواي. لا تستغربي إذا بيوم تركني مروح. مين بتقصدي؟ عقلي. غسان دخل حياتي مو مشان يطلع منها. غسان دخل حياتي مشان يعيش فيها على طول لأنه هو كل حياتي. كلام عاطفي نتيجته تعب وعذاب. ما بعرف شو بدي اقول لك يا إيمان. أكيد ما رح تسمعي كلامي لو قلت لك تقلعي عين من عيونك. غسان هيك بالنسبة لي. عين من عيوني. شو يلي بده إياه؟ اللي صار قلت لك يا بالحرف. يمكن يكون ما بيعرف شيء. وقتعت شو؟ وين راحت؟ يمكن تكون وقعت لحالها. مو معقول. قطعت الشوك معلمة على الفرس. شو يلي بدك اياه؟ خليه عمره لا حكى. اصلا هيك احسن. ولا بدك ياني روح له وترجع انه يحكي؟ انا مو قصدي هيك. انا حبيت اخبرك. وهي خبرتني. بدي اشوف شغلي. استناكي على نار وبخاف انك ما تجي. بقعد لحالي بتخيل بحلم. معقول كل هالجمال حقيقة؟ ولما بشوفك بحس حالي طاير. عن جد يا سلمى انا هيك بحس مو حكي. مو بس هيك بخاف بخاف اوقع. البذرة لما بتحملها الريح ما بتختار مكان حياتها. يمكن تلاقي حالها بصحراء وتموت. ويمكن بأرض خضراء تعيش وتزهر. ويمكن بأرض مليانة شوك أول ما تكبر يهاجموها ويجرحوها. ويمكن تحملها لبعيد وتتأخر فيها. لما بتلاقي المكان المناسب بيكون الوقت مو مناسب ولا الظروف. صاي ما قلتي لي كيف غسان؟ انت شو قصة بحكيك؟ لا ولا شيء مجرد كلام. كيف صار غسان؟ الحمد لله كويس. ما بدك تزوره؟ طبعا رح زوره. معقول انا بعرفك من فترة بسيطة؟ مين انت؟ لهلأ ما بتعرفي؟ اللي جواتك انسان تاني. كيف يعني؟ بس افهم معنى اللي قلته. بقول لك كيف يعني. هو اصلا انا ما لازم اتناقش معك. ما لازم ضيع وقتي بهالحكي. انا بس خليني اطلع بعيونك. خليني اتاكد. معقول كل هالجمال حقيقه مو خيال؟
حقيقة ولا خيال؟ فكرك هذا المهم؟ ما بظن في شيء أهم. لا في. شو هو؟ صح ولا غلط؟ كمان شو هو؟ يلي نحن فيه. لا تنسى الاغراض بالسيارة يا حمدي. حاضر يا بي. يا بي يا بي. شو في؟ شو في هنيك؟ شو؟ زياد؟ يعني اللي عم اشوفه صحيح؟ ما عم بتخيل؟ استنى ولاك! اتركه يا حمدي! اختفى. شو بدنا فيه؟ نزل الاغراض مثل ما قلت لك. سلمان احكي، فاض بدي اعلب قلبك. وانا جاهزه. شو وراك؟ احكي سلمان. الدنيا ليل يا ابني، ما بظن انه هو. لا يا ابي، اكيد هو. كبر عقلك يا حمدي، هي الاموات بتقوم. هي مو اول مره عم شوفه فيها. قبل هالمرة شفته أنا وغسان. ما هي غسان؟ احكي لهم خليهم يصدقوني. حمدي عم يحكي الصحيح. أنا شفت زياد أكثر من مرة. هذا أخوه المجنون زكي وبده يجنننا معه. كلامك صحيح يا عزيزي. هدول اثنين توم، شبه بعضهم تماما. مظبوط. معك حق يا بي. هيك وحدة من اثنين. يا إما زياد حي أو زكي عاقل،
وعائل كتير كمان. عائل؟ ليش لحتى يكون عائل؟ بالعكس، اللي عم يعمله جنان وقلة عقل. ليش هيك قلتي له؟ اللي قاله يا هنادي، اللي قاله ضايقني كتير، ما بعرف ليش. شو قال؟ يعني حكيه ما كتير مفهوم، بس كله قلق وخوف وما في أمل بالمرة. شي طبيعي ما يكون في أمل. سامي مرشد زراعي وجاي من المدينة على الريف، واللي متعود على حياة المدينة صعب كتير يقدر يعيش بالريف، إلا إذا كانت حالته مثل حالتنا. مو شرط، لأنه مثل ما في ناس بيروحوا من الريف للمدينة وبيرتاحوا، كمان في ناس بيجوا من المدينة للريف وبيرتاحوا، وخصوصي إذا كان شغلهم بالزراعة مثل سامي. يمكن. طيب وين أهله؟ أكيد بالمدينة. ما بيزورون، ما بيزوروه. كيف علاقته فيهم؟ لا تتعبي حالك بالتفكير، اتركيها للأيام. أنا كنت مثل الطير الطاير اللي مليان فرح مو واسعته حدود السماء، وفجأة تلقى طلقة. هالطلقة جمدت فيي كل أشكال السعادة، وعشت استقبل بكرة بنفس الحس اللي ودع فيه امبارح، لحد ما لقيت حالي فجأة قدام وضع جديد، وضع أنا بتمناه، وضع حرك فيه السعادة اللي جمدت ورد لها الروح. بس للأسف هذا الوضع ما بقدر أقرب منه، حتى إذا قربت هو ما بيرضى فيه. بس أحيانا أحاسيسنا بتكون عنيدة، بتكون مثل طفل شقي اللي ما بيستغني عن لحظة من وقته مشان يفهم. أنا ما لي قدران أفهم شو اللي مخوفك. أهلك؟ بعدين يا أخي شو هالحياة الغامضة اللي عايشها؟ أنت مالك واثق من مشاعرك؟ بتعرف سامي شو مشكلتك؟ مشكلتك انه اللي عم تحاكيه بتعتبره جماد، بتحاول تفشله قلبك، وما بيهمك اذا فهم عليك ولا لا. فتحي صدقني انا ما قصد. ما تدافع عن نفسك، انا اسمح لي. طب بكير خليك قاعد. لا معلش، عنا شغل كثير بكره، ما تاخر. حاضر، انا اسف فتحي، انا ما كان قصدي اكون غامض. لا لا ولا يهمك. سامي انا الي رجع عندك. ما تضل سهران طول الليل، لأنه التفكير بتعبك. سؤال الليل. أنت من أهلي. مو غريبة عليه، بس ليش عم بضل ساكت؟ ليش عم بضل واقف مثل الحيط ولما بقرب منه بيهرب؟
شو يعني؟ حمدي انت منفع كتير. ليش؟ لما شفته أول مرة أنا وياك قلت لحالي يمكن أنا عم بتخيل، أو يمكن زكي عم يشب علينا، بس وقت شفناه مرة تانية أكيد في وراها تالتة رابعة وعشرة. طيب لإمتى؟ ليش؟ حمدي انت خايف من شيء؟ خايف؟ لا ماني خايف، ومن شو بدي خاف؟ بعدين انا ما بخاف، انا بخوف، بخوف وبس. طيب انسى انسى وروح نام. ايه بنسى، وليش لحتى ما انسى؟ صباح الخير. زكي خليك نايم، خليك محسوب علي اخ على الفاضي. زكي ليش قاعد هنيك؟ عم تقرا بالعتمة؟ مو انا فستق فاضي؟ اتركني وروح نام. شو هي فستق فاضي؟ محسوب عليك اخ على الفاضي، مو هيك؟ انت سمعت؟ ايه وزعلت. انفلق. ايه روح نام، بلش الحلم الثاني. والحلم الاول لسه مطول؟ ايه حلم هندي. العمى شو أجدب، يقطع حيلك وانت قطعت علي خلوتي. اللي بشو كنت عم تفكر؟ كنت عم بتأمل بهالدنيا، بالناس، بالعالم. كنت عم بسأل حالي ليش البني آدمين بيذبحوا البني آدمين؟ ليش بيتقاتلوا؟ ليش البني آدمين مو قدرانين يصيروا بني آدمين؟ لك أنا ما اجيت حتى أسمع جنانك. لك أنا جاي تسمعني جنانك انت؟ يا ريت عقلك مثل عقلي. بعيد الشر. شو؟ بعيد الشر؟ ايه طبعا شر. يلي بيأذي دابة بالشوك شر. لهلا بزعل ها؟ شو؟ شو قلت؟ قلت بزعل ها؟ شو بقى؟ لا 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 اللي قبلها. في فيوز مضروب بنافوخي، بكره لما بصلحه وبعيد البرمجه من اول وجديد بحكي لك اللي قلته من سنه وجاي. شو رايك؟ لك انت راح تجنني اكثر من هيك؟ اسمع زكي انا استعملتك كثير ها؟ لا تطلع خلقي. طيب اهدا، لا تبهدل حالك، ليش هيك معصب بدون سبب؟ الا اذا في سبب وانا ما بعرف. معلي ما تواخذني، في فيوز مضروب براسي، انت ادرى. ايه ما بعرف شو يلي صار لي، عم عصب من الهوى. ايه معك حق تعصب، مو قليلة بنوب. شو هي اللي مو قليلة؟ ايه يعني مو قليلة تعرض حالك للخطر.
ليكو مثل الحصان وين على الارض وما صار له شيء. طيرت النوم من عينك ما هيك؟ لا تخاف، عندي الحل. رح اخترع قفاص للنوم مشان ما يطير. انت سمعت شيء؟ انا بسمع منيح. زكي! لا تعيط هيك، بزعل. ها لهلا زكي. زكي انت اخي ومالنا غير بعض، يعني بجوز اللي بيكرهوني اكتر من اللي بيكرهوك بسبب انا ما حدا بيكرهني. تعرف ليش؟ ليش؟ لانه انا عندي في فيوزات طاقة، بكرة لما صلح الفيوزات بيكرهوني. غريبة. شو هي اللي غريبة؟ غريبة انه العاقلين بيكرهوا بعض بس ما بيكرهوا اللي فيوزه مضروب. زكي! لك طول بالك، كلياتهم فيوزين اللي عنا وعيره، انتو بفيوز واحد مو مخلصين مني. زكي زكي يا اخي، الناس عم تلتو تعجن كتير. يمكن تكون سمعت عني الكلام. طلع على السما. طلع شو في؟ نجوم. تعرف جا عبالي غني، جا عبالي يصير مغني كبير، ولا اقلك لا، جا عبالي يصير ممثل كبير. نجم شباك. الحل عني يا